طيب حبايبي الحلوين، تعالوا كده نتكلم مع بعض على المحاضرة اللي هي بتاعت الـ effect of the temperature on the marine's environment، يعني تأثير درجة الحرارة في الكائنات اللي بتعيش في البحر. ودي كده المحاضرة رقم 5. تعالى كده نقولها سريعا مع بعض، شرحناها في السنتر بالتفصيل، تعالى كده نفتكرها مع بعض. كنت بقول لك في السنتر كده ان انا عندي فرق ما بين كلمتين، كلمة اللي هي اسمها الـ amount of heat والـ temperature، قلت لك اللي علامة الـ VS دي versus تحدي. سريعا كده، كلمة amount of heat يعني كمية الحرارة، لكن كلمة temperature درجة الحرارة. في فرق كبير قوي ما بين كلمة كمية الحرارة amount of heat والـ temperature درجة الحرارة. قبل بس ما اشرح لك، عايز اعرفك فرق ما بين كلمتين، الحتة دي physics قوي. الفرق اللي ما بين كلمة potential energy و kinetic energy، خلي بالك ال potential energy دي ال energy اللي متخزنة جواك وانت ثابت، اسمها طاقة الوضع. يعني انت قاعد ثابت دلوقتي بتتحرك بتتفرج على المحاضرة، انت جواك طاقة اسمها ال potential energy. انت ابتديت تتحرك، ابتديت تعمل مجهود، لما بتبتدي تتحرك الطاقة دي بيبقى اسمها kinetic energy. فهو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك خلي بالك ان البوتنشال انرجي دي الانرجي بسبب البوزيشن اوف البارتكلز ريلاتيف تو ايتش اذر، بسبب مكان البارتكلز كده جنب بعض، وضع البارتكلز كده ثابت اسمها بوتنشال انرجي. لكن الكاينتيك انرجي بسبب الموشن بتاعت البارتكلز، بسبب الحركة بتاعت البارتكلز، حركة البارتكلز بقت اسمها كاينتيك انرجي، لكن وهي ثابتة جنب بعض كده اسمها بوتنشال انرجي. انت البوتنشال والكاينتيك مجموعهم جوه جسمك او جوه البارتكلز بسميها الانترنال انرجي. بنسميها الايه؟ بنسميها الانترنال انرجي. يبقى انا دلوقتي عندي نوعين من الانرجي، عندي نوع اسمه بوتنشال انرجي، دي الانرجي اللي جواك وانت ثابت. عندي نوع تاني اسمه kinetic energy، دي الطاقة اللي جواك وانت بتتحرك. مجموع الاتنين على بعض بنسميه ال internal energy. طيب تعالى نفهم كلمة amount of heat. تخيل لو انا جبت حلة مية سخنة وجبت حلة مية ساعة متلجة وحطيتهم هما الاتنين جنب بعض، ايه اللي هيحصل؟ يا مستر ده الحرارة الهيت في طاقة هتتنقل من المية السخنة تروح للمية الساعة، الحاجة السخنة بتصب على الحاجة الساقعة لحد ما هما الاتنين يكونوا نفس التمبريتشر. قال لك ايه بقى؟ قال لك الانرجي، الطاقة اللي اتنقلت من هنا، الطاقة اللي اتنقلت من او الى الاوبجكت، الطاقة اللي اتنقلت دي، الهيت اللي اتنقلت دي، دي اللي انا بسميها الاماونت اوف هيت. كلمة اماونت اوف هيت هي طاقة بتتنقل من حاجة لحاجة. كلمة amount of heat هي الطاقة اللي اتنقلت من الهوت ووتر راحت للكولد ووتر. الطاقة اللي اتنقلت دي بسميها amount of heat بسبب التمبريتشر ديفرنس، لان هما الاتنين مختلفين عن بعض. وقال لك ملحوظة مهمة جدا، خلي بالك ان amount of heat بقيسها باليونت اللي اسمها جول. amount of heat بنقيسها باليونت اللي اسمها جول. اقولها تاني اخر مره، الاماونت اوف هيت بقيسها بالجول. طب ايه هي التمبريتشر؟ قال لك التمبريتشر هي كوانتيتيف ديسكريبشن، هي وصف كمي. يعني ايه وصف كمي؟ يعني انا هاخد دي لوحديها اقول عليها انها سخنه لوحدها، التمبريتشر بتاعها عالي. دي لوحدها هقول عليها ساقعه، ساقعه يعني التمبريتشر بتاعها قليل. كلمه amount of heat انا كنت بقارن حاجه بحاجه وفي انرجي، طاقه اتنقلت من واحده للتانيه. كلمه amount of heat ما ينفعش اقول، يعني اخد دي لوحدها اقول amount of heat، ما ينفعش اخد دي لوحدها اقول amount of heat. الamount of heat حاجتين وفي انرجي، في طاقه اتنقلت من حاجه لحاجه. الانرجي اللي اتنقلت من حاجه لحاجه بسبب الفرق التمبريتشر دي بسميها amount of heat وبقيسها بالجول. لكن كل واحده لوحدها، يعني دي لوحدها بقول عليها ساعة التمبريتشر بتاعها قليلة، دي لوحدها اقول عليها سخنة يعني التمبريتشر بتاعها عالي. فكلمة تمبريتشر هي وصف كمي بتوصف حاجة. طيب خلي بالك، لو انت كده جيت تسخن شوية مية تعمل لك كوباية شاي، هتلاقي المية في الاول ثابتة، وكل ما التمبريتشر ما بتزيد تلاقي المية بتغلي وعمالة تتحرك 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 وتفضل تخبط في الغطا اللي انت بتحطه. ليه؟ اصل لما التمبريتشر ما بتزيد
الكاينيتك انرجي بتزيد. فقال لك برضو كلمة تمبريتشر بتوصف الكاينيتك انرجي بتاعت البارتكلز. يعني لو التمبريتشر بتاعتي عالية الكاينيتك انرجي بتبقى كبيرة، لكن لو التمبريتشر قليلة الكاينيتك انرجي بتبقى قليلة. وقال لك في الآخر خلي بالك ان التمبريتشر بقيسها باليونت اللي اسمها كيلفن. طيب اخذنا بعد كده التمبريتشر. التمبريتشر عندي اتنين يونت بحسب بيهم التمبريتشر، في يونت اسمها كيلفن، واليونت اللي اسمها كيلفن دي الانترناشونال يونت يعني اليونت العالمية، وفي يونت تاني اسمها سيليزيوس سي. احنا هنا في مصر شغالين بالسيليزيوس. تاني عندي اتنين يونت، قول وراي، عندي كيلفن كي تي كابيتال، بص انا بقولها كده كيلفن كي تي كابيتال، سيليزيوس سي تي سمول، اقولها تاني كيلفن كي تي كابيتال سيليزيوس سي تي سمول. زي مثلا ما اقول لك ايه، زي ما اقول لك انا عندي متر، ممكن احسب الحاجه بالمتر وممكن احسبها بالسنتيمتر، ممكن احسب الحاجه بالكيلوغرام وممكن احسب الحاجه بالجرام، نفس الكلام ممكن احسبها بالكلفن وبالسيليزيوس. قال لك عندي يونت احول بيه، قال لك الكلفن بتساوي السيليزيوس بلس 273، التي كلفن هي التي سيليزيوس بلس 273. يعني لو انا جيت قلت لك مثلا معايا تمبريتشر ب 50 سيليزيوس او 51 سيليزيوس، قلت لك حولها لي الكلفن، هشيل التي سيليزيوس واحط مكانها كام 50، فهقول 50 بلس 273 تديني 323. دي تي سيليزيوس حولها لي كلفن، عشان احولها لكلفن هشيل التي واكتب قيمته، هقول ان التي كلفن 51 بلس 273 اديتني 324. في ملحوظه هنا مهمه قوي، هو هنا يا صاحبي هنا السيليزيوس زادت كام درجه؟ درجه واحده، 50 بقت 51. طب لما السيليزيوس زادت درجة واحدة الكلفن هو كمان زاد ايه؟ هي كانت 323 بقت 320 بقت 324. هنا السيليزيوس زادت ديجري واحدة، لما السيليزيوس زادت درجة واحدة الكلفن هو كمان زاد درجة واحدة. فبيقول لك خلي بالك خلي بالك لما الانكريز، لما الزيادة في السيليزيوس تبقى 1 ديجري، ده معناه بيكافئ وبيعادل الزيادة في الكلفن برضو ب 1 ديجري. يعني هنا أنا لما زودت السيليزيوس درجة واحدة الكلفن هي كمان زادت درجة واحدة، 50 بقت 51 درجة واحدة، 323 بقت 324 زادت درجة واحدة. فزيادة السيليزيوس درجة واحدة بتكافئها في الكلفن برضو زيادة درجة واحدة. طيب حاجة تاني ركز معايا، البويلينج بوينت. البويلينج بوينت بتاع الووتر بالسيليزيوس ب 100 سيليزيوس. طب البويلينج بوينت، الفريزنج بوينت بتاع الووتر ب 0 سيليزيوس، تيجي نحولهم لكلفن؟ يلا لو انا عايز احولها هقول 100 بلس 273 يديني 373 كلفن. فممكن اجيب لك في اللي تشوز اقول لك ايه؟ البويلينج بوينت بتاع الووتر بالسيليزيوس ب 100 سيليزيوس. طب لو بالكلفن؟ ب 373 كلفن. يلا تاني هقول لك الفريزنج بوينت للووتر، ممكن اقول لك الفريزنج بوينت للووتر بالسيليزيوس بزيرو. طب تعالى نحولها، هقول 0 بلس 273 هيديني، دي مكتوبه غلط امسحها كده، هيديني 273 هيديني 273. يلا نقول تاني مع بعض، يلا يا صاحبي ركز. لو انا قلت لك البويلنج بوينت للميه، البويلنج بوينت بالسيليزيوس ب 100 سيليزيوس، طب البويلنج بوينت للميه بالكلفن 373 كلفن، الفريزنج بوينت للميه بالسيليزيوس ب 0 سيليزيوس، الفريزنج بوينت للميه بالكلفن ب 273. عندي تمبريتشر كده بنسميها الابسوليوت زيرو. قال لك الابسوليوت زيرو دي هي زيرو كلفن، اللي هي برضو بتساوي نيجاتيف 273 سليزيوس. عايزك تحفظ الاثنين تمبريتشر دول اسمهم الابسوليوت زيرو.
يعني لو جالك في اللي تشوز قال لك ايه هو الابسوليوت زيرو، سعادتك تختار في اللي تشوز الزيرو كلفن او النيجاتيف 273. الاثنين دول بسميهم الابسوليوت زيرو. طيب قال لك when an object or system gains the thermal energy، لما بيبقى معايا حاجه بديها طاقه حراريه ايه اللي بيحصل؟ قال لك الكاينتيك انرجي الفايبريشن بتاع المولكيولز بيزيد او الامبليتيود اوف الفايبريشن بيزيد. شايف دي وشايف دي، دي انا اديتها ثيرمال انرجي. لما اديتها ثيرمال انرجي الحركه زادت، سعه الحركه ابتدى يزيد، الامبليتيود بتاع الحركه ابتدى يزيد. لكن دي الثيرمال انرجي بتاعها قليل عشان كده حركتها قليله. فانا لما بزود الثيرمال انرجي الامبليتيود سعه الحركه بيبتدي يزيد، وده معناه برضو ان الكاينتيك انرجي بيزيد لما التمبريتشر انرجي بتزيد. يبقى انا اول ما بزود اول ما بزود التمبريتشر الكاينتيك انرجي بيزيد والامبليتيود سعه الحركه هي كمان بتزيد. طيب عندي حاجة اسمها الـ specific heat of some substance. الـ specific heat يعني الحرارة النوعية بنسميها C. ايه الـ specific heat دي؟ تركز معايا فيه. لو أنا معايا كيلو حديد ومعايا كيلو ووتر، معايا كيلو حديد ومعايا كيلو إيه ووتر، ده كيلو وده كيلو، وأنا عايز أزود التمبريتشر عليهم هما الاتنين درجة واحدة كلفن. يعني أنا عايز أزود درجة حرارة كيلو الحديد درجة واحدة كلفن، وعايز برضو ازود درجة حرارة المية درجة واحدة كلفن. فجيت عملت ايه؟ انا اشرح لك بالبلدي. جيت هنا جبت شمعة واحدة، الشمعة الواحدة دي زودت لي درجة حرارة الايرن درجة واحدة كلفن. لكن علشان ازود درجة حرارة المية درجة واحدة كلفن جبت كام شمعة؟ ثلاث شمعات. ده معناه ايه؟ ده معناه ان كمية الحرارة اللي هيستخدمها كيلو حديد علشان ازود التمبريتشر درجة واحدة كلفن كمية الحرارة دي قليلة. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان كمية الحرارة اللي هيستخدمها كيلو مية علشان ازود التمبريتشر درجة واحدة كلفن كمية الحرارة دي كبيرة. انا استخدمت هنا كمية نار كتيرة، شمع كتير، انا بشرح بالبلدي عشان الفكرة توصل. ايه هي السبيسيفيك هيت؟ السبيسيفيك هيت ده الهيت اللي انت محتاجه علشان ازود التمبريتشر درجه واحده كلفن. التمبريتشر بتاع كيلو واحد، يعني انا لو معايا ماس كيلو اير ومعايا ماس كيلو ميه، كلمه سبيسيفيك هيت هي الهيت اللي انت محتاجها، هي الاماونت اوف هيت، هي كميه الحراره اللي انت محتاجها. علشان لو انا معايا ماس كيلو واحد انا عايز ازود الماس دوت درجه واحده كلفن، فدي السبيسيفيك هيت بتاعها قليل. ليه؟ لان الاماونت اوف هيت هنا كميه الحراره هنا قليله، لكن هنا الاماونت اوف هيت كبيره. كلمه سبيسيفيك هيت هي كميه الحراره اللي انا هزود بيها درجه الحراره درجه واحده كلفن. لو انا معايا ماس كتله 1 كيلو جرام. طيب قال لك ايه اليونت بتاعت الاماونت اوف هيت؟ اليونت بتاعت اليونت بتاعت السبيسيفيك هيت هي جول بير كيلو جرام دوت كلفن. هي جول بير كيلو جرام دوت كلفن. وده كان جدول كده كتاب المدرسه حاطه للسبيسيفيك هيت. لو انت خدت بالك من الجدول دوت اعلى سبيسيفيك هيت موجوده هتلاقيها في الووتر. السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر عاليه، هتلاقيها 4180. عارف يعني ايه السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر عاليه؟ يعني كميه الحراره اللي الميه محتاجاها علشان ازود درجه الحراره درجه واحده كلفن محتاجه كميه حراره كبيره قوي، 4180. طب مين اقل سبيسيفيك هيت هنا؟ اقل سبيسيفيك هيت هنا اهي هتلاقيها في الليكويد ميركوري ب 140. يعني الاماونت اوف هيت علشان ازود التمبريتشر درجة واحدة كلفن لكل ماس 1 كيلو جرام ب 140. قال لك the higher the specific heat، يعني كل ما الـ specific heat تبقى عالية the more the thermal energy a given mass of this substance. يعني كل ما الـ specific heat تبقى عالية، استنى بس نشرب كده بقى شاي عشان الحالة صعبة.
تاني تاني ايه هي السبيسيفيك هيت؟ السبيسيفيك هيت هي الاماونت اوف هيت، هي كميه الحراره. لو انا معايا ماس كيلو جرام عايز ازودها درجه واحده كلفن، لو السبيسيفيك هيت كبيره يبقى محتاجه كميه حراره كبيره، طب لو السبيسيفيك هيت قليله فمحتاجه الاماونت اوف هيت تبقى قليله. تعال نكمل. عندي قانون او عندي مساله، نشرح القانون بالمساله ده وكده خلصت. عندي الاماونت اوف هيت بديها رمز كيو واليونت بتاعتها جول. عندي الماس ام، عندي السبيسيفيك هيت سي. انا عندي كلمه اماونت اوف هيت كيو سبيسيفيك هيت سي اللي تشينج ان تمبريتشر بسميه دلتا تي، واللي تشينج ان تمبريتشر يعني التمبريتشر مثلا كانت 50 بقت 80، دايما اللي تشينج في التمبريتشر باخد التمبريتشر الثانيه ماينس التمبريتشر الاولانيه. معايا قانون قال لك ان الاماونت اوف هيت الكيو ايكوال الماس ملتبلاي السبيسيفيك هيت ملتبلاي اللي تشينج في التمبريتشر. ده القانون لو جه قال لك احسب الاماونت اوف هيت. طيب عايزك تاخد بالك دايما الماس اليونت بتاعتها كيلو جرام. طب افرض جاب لك الكلام ده كله، يا ريت لو تكتبه ورايا بايدك هتسهل على نفسك كتير. لو جابها لك بالجرام ممكن اقول عشان احول من الجرام للكيلو جرام هعمل ديفايدد 1000، من الجرام للكيلو جرام ديفايدد 1000. طيب احنا بنقول ان الكيو بتساوي ام سي دلتا تي. طب لو انا هنا عايز اجيب السبيسيفيك هيت، ممكن يسالك على السبيسيفيك هيت، هقول ان السبيسيفيك هيت ايكوال الكيو ديفايدد ام دلتا تي. يعني لو سالك على الاماونت اوف هيت اهي، لو سالك على السبيسيفيك هيت اهي، ماشي. طيب ممكن القانون ده اكتبه كده فين؟ ممكن بدل ما اقول الكيو ايكوال ام سي دلتا تي، ممكن اشيل الدلتا تي واكتبه كده الكيو ايكوال ام سي افتح براكت التي الثانيه ماينس التي الاولانيه، والشكل ده هيسهل عليك اكتر. يعني هو دايما في السؤال هيبقى مديك الماس، هيبقى مديك السبيسيفيك هيت، التمبريتشر الثانيه ماينس التمبريتشر الاولانيه. طيب معايا سؤال بيقول لك كالكوليت ذا اماونت اوف هيت. يلا مسائل فيزيكس، هو عايز الكيو. بيقولك required to rise the temperature of 0.3 كيلوغرام، هو هنا مديك الماس بكام؟ 0.3 كيلوغرام. قالك of copper from 20 degrees Celsius to 70. التمبريتشر الاولانيه 20، الثانيه 70. التمبريتشر الاولانيه 20، التمبريتشر الثانيه ب 70. وهو بيقولك ان السبيسيفيك هيت السي بتاع الكوبر ب 385. يلا انا عايز اجيب الكيو، القانون بتاعي كيو ايكوال ام سي تي 2 ماينس تي 1، الام ب 0.3، السي السبيسيفيك هيت ب 385، التمبريتشر الثانيه ب 70 ماينس التمبريتشر الاولانيه ب 20، وهشتغل دي كلها بالكالكوليتر هتطلع معايا 5775. سؤال كمان بيقول A piece of aluminium with a mass of 200 gram. عندي مشكلة إن الماس بتساوي 200 جرام. طب علشان أحولها للكيلو جرام هعملها divided 1000. هتطلع معايا ب 0.2 كيلو جرام. قال لك and temperature 80. التمبريتشر الأولانية كانت بتساوي 80. قال لك is dropped into a quantity of water. يعني أنا مسكت حتة الألمونيوم دي السخنة قوي دي رميتها جوه المية، حتة ألمونيوم سخن رميتها جوه المية.
بيقول لك انت a quantity of food at a room temperature if the final temperature of the system is 40. يعني التمبريتشر الثانيه اللي انا وصلت لها بتساوي 40. قال لك calculate the amount of heat gained by the amount of water if the specific heat of the aluminum. قال لك ال specific heat اللي هو C equal 897. طبعا عندي القانون بتاعي LQ equal MC T1 افتح براكت سوري T2 minus T1. يلا الماس بعد ما حولناها بقت ب 0.2. هقول ان ال Q equal 0.2 multiply ال C اهي بقت 197. هفتح براكت التمبريتشر الثانيه ب 40 ماينس التمبريتشر الاولانيه ب 80 وتعمل دي كلها بالكالكوليتر. لما تعملها بالكالكوليتر هتطلع معاك الاجابه بالنيجاتيف. النيجاتيف دي معناها ان الالومنيوم فقد الحراره اللي جواه. ما هو لما الالومنيوم يبقى 80 واحطه جوه الميه يبقى 40 كده معناه ان الالومنيوم فقد تمبريتشر. فالنيجاتيف اللي هتطلع دي معناها ايه؟ معناها ان الالومنيوم فقد تمبريتشر من بتاعته. تعالى نقول اخر حاجه. قال لك the importance of the high specific heat of the water. قال لك ال specific heat of the water is high compared to other substance and roughly equal 4200. ال specific heat بتاعت الميه كبيره جدا 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 جدا. الميه محتاجه كميه حراره كبيره علشان تقدر تسخن. قال لك ده معناه ايه؟ ده due to the presence of a hydrogen bond between its molecules. فاكر لما كنت بشرح لك في اول او في اول محاضره ان البويلنج بوينت بتاع الميه كبير. البويلنج بوينت بتاع الميه عالي ليه؟ كنت بقول لك اصل الميه عندها هيدروجين ايه؟ الميه عندها هيدروجين بوند بسبب الهيدروجين بوند اللي عند الميه. فالسبيسيفيك هيت بتاع الميه عالي جدا. الميه محتاجه كميه حراره كبيره قوي علشان تسخن. ليه السبيسيفيك هيت بتاعه الميه عاليه؟ ليه البويلنج بوينت بتاعه الميه عاليه؟ اصل احنا قلنا ان الووتر في ما بينها هيدروجين بوند. عملت لك بقى حته لذيذه ركز معايا فيها. لو انا معايا مكان فيه ميه كتير وجنبيه صحراء قالك ذا تمبريت وفي الشمس الشموسه بتاعتنا واقفه. قالك ذا تمبريتشر اوف ا لارج بودي اوف ووتر ديورينج ذا سمر از لو. يعني في الصيف لو انا عندي ميه درجه الحراره عند الميه تبقى قليله. قالك كومبير ذا تو تمبريتشر اوف ا بيتش ساند اور روكس. طب لو انا عندي صخور الصخر ده بيبقى مولع. يعني تخيل انت كده رايح البحر وحافي. لو انت ماشي على الارض هتلاقي الارض سخنه مولعه لكن الميه درجه الحراره عندها حلوه. ففي الصيف الميه درجه الحراره عندها بتبقى قليله، الميه ساقعه لكن هنا الميه سخنه. علشان هنا الارض سخنه فالهواء اللي بيبقى لازق في الارض هو كمان بيسخن. فلما الهواء يسخن كثافته تقل فتلاقي الهواء ده قال لك الاير اوفر لاند هيتس اب بيكم ليس دينستي. يعني الهواء اللي لازق في الارض، الارض سخن فالارض السخنه هتسخن الهواء. فلما الهواء يسخن الدينستي تقل. طب لما الدينستي بتاعت الهواء ده يقل يبتدي الهواء ده يتحرك لفوق. قال لك ايه؟ قال لك اند رايزز ابورد. تاني كده بالترتيب، هنا الهواء هنا الارض سخنه قوي، الارض السخنه تسخن الهواء. طب لما الهواء يسخن الدينستي تقل. طب لما الهواء ده الدينستي بتاعته تقل يبتدي الهواء ده يتحرك لايه؟ لفوق. خلي بالك بقى الهواء يتحرك لفوق، هنا الهواء اللي فوق ده سخن، الهواء اللي عند الميه ده هواء سائع. فايه اللي يحصل؟ يبتدي يحصل تبادل، يجي الهواء السائع بتاع الميه يتحرك يروح ناحيه الارض والهواء السخن يروح هناك يسقع. عارف كده حاجة اسمها قال لك الكولر اير الهواء السائع. تاني هنا في هواء سائع لكن في هواء سخن،
في عز الصيف لما تروح اسكندريه تحس ان في نسيم هوا جاي عليك. نسيم الهوا ده جه منين؟ اهي الهوا السائع يبتدي يروح ناحيه الارض، والهوا السخن يبتدي يروح ناحيه الميه، يسقع بعد كده يروح ويجي تاني، يروح ويجي تاني. قالك ايه؟ قالك الكولر اير فروم